أسباب فيروس الورم الحليمي البشري، بينتقل فيروس الورم الحليمي البشري من خلال ملامسة الجلد للجلد أو السكين تو سكين كونتاكت، ويصاب معظم الناس بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي من خلال الاتصال الجنسي المباشر، بما في ذلك الجنس المهبلي والشرجي والفموي. ولكن ونظرا لأن فيروس الورم الحليمي البشري بينتقل من الجلد للجلد، فإن الجماع ليس مطلوبا حتى يحدث انتقال المرض، ويصاب الكثير من الناس بفيروس الورم الحليمي البشري دون معرفة ذلك، ما مما يعني انه ممكن اي شخص الاصابه بيه حتى لو لم يكن لدى شريكه اي اعراض. من الممكن الاصابه بانواع متعدده من فيروس الورم الحليمي البشري. عوامل الخطر بتشمل العوامل التي تزيد من خطر الاصابه بفيروس الحليمي البشري، يعني في عوامل بتساعد على تزود فرصه الاصابه بهذا المرض. تعدد الشركاء الجنسيين، ممارسة الجنس مع شخص متعدد بالشركاء الجنسيين، ممارسة الجنس دون استخدام وسيلة حماية مثل الواقي الذكري، وجود مناطق مجروحة وتاليفة في الجلد، ملامسة الثعابين أو الأسطح التي تعرضت لفيروس الورم الحليمي البشري، عدم تلقي التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. طيب في هنا بعض الأعراض لفيروس الورم الحليمي البشري. لا يسبب فيروس الورم الحليمي البشري أي أعراض في كثير من الحالات، وعندما تحدث فإن أكثر أعراض شيوعا هي ظهور الثعابين أو الورمز، ويمكن أن تظهر علامات العدوى بعد أسابيع أو شهور أو حتى سنوات من إصابة الشخص بالفيروس، وقد يظهر لدى المصاب بفيروس الورم الحليمي البشري نتوء جلدي صغير واحد أو مجموعة من النتوءات. يمكن أن تختلف هذه الثعابين في الحجم والمظهر، وقد تكون كبيرة أو صغيرة مسطحة أو على شكل أرنبيط ذات لون أبيض أو وردي أو أحمر أو بني أردواني أو بلون الجلد، ويمكن أن تسبب هذه الثعابين الحكة والحرقان وغير ذلك من الإنزعاج، وقد تظهر على الفرج والمهبل وعنق الرحم والحضيض وكسر الصفر بالإضافة إلى المستقيم والشعر. في أنواع أخرى بقى من الثعابين اللي بيسببها الفيروس الـ HBV، كما يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري أيضا أنواع أخرى من الثعابين. في حاجة اسمها الثعابين الشائعة أو الكومن ويرمز، وهي نتوءات خشنة ومرتفعة بتميل للتكون على اليدين والأصابع والمرفقين. في حاجة اسمها الثعابين الإخمصية أو البلانتر ويرمز، وهي عبارة عن أورام حبيبية صلبة تتكون غالبا على قدمين وعادة ما تكون على الكعب. في الثعابين المسطحة بالإنجليزية أو الفلات ويرمز، وهي عبارة عن آفات جلدية مسطحة ومرتفعة قليلا تكون أغمق من الجلد المحيط بها، وغالبا ما تظهر على الوجه والرقبة. وفي الحقيقة أنه بيستخدم التشخيص بتاع الفيروس الورم الحليمي البشري باختبارات عنق الرحم أو الباب تيست بالتنظير المهبلي أو الكولبوسكوبي، واختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي أو الـ HBV-DNA تيست، والعلاج بتاع الفيروس هنتكلم عليه المرة الجاية. مع السلامة.